ذكر الله عز وجل من الأيام في كلامه العظيم اليوم الآخر، اليوم الآخر. وأنت إذا نظرت وتأملت في كلام الله تبين لك أن يوم القيامة يوم واحد لكنه ممتد ويحدث فيه أحداث عظام، فبكل حدث يقع فيه يسميه الله، فسماه الله اليوم الآخر لأنه لا يوم من جنسه مثله ولا بعده، لا يقع بعده يوم، يفي أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار. وسماه الله عز وجل قال لينذر يوم التلاق، يلتقي فيه الأولون بالآخرين، الآباء بالأبناء، الظالم بالمظلوم، يلتقي فيه الإنسان بعمله ويلتقي فيه المخلوقون بربهم جل وعلا بخالقهم. فلهذا سماه الله عز وجل يوم التلاق، وسماه يوم التناد. قال الله عز وجل في حق مؤمن آل فرعون وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. لما سمي يوم التناد؟ للعلماء فيها أقوال، فقال بعض العلماء إن الناس إذا حشروا ورأوا هول المطلع، هول المطلع، ورأوا أهوال القيامة فطريا يفرون، فأخذوا كلمة التناد من ند البعير إذا شرد، أخذ بعض العلماء هذا المعنى من الجذر اللغوي لند، وقالوا ولهذا قال الله عز وجل والملك على أرجائها حتى لا يخرج الناس فيجمعون الناس إلى يوم المحشر، وهذا قال به بعض الفضلاء وهو عندي بعيد. وقال بعض العلماء يوم التناد لما يكثر فيه من النداءات، والله خلد في القرآن بعض تلك النداءات، فنداء أهل الجنة لأهل النار خلده القرآن، نداء الله عز وجل في ذلك الموقف العظيم لأهل الموقف، نداء الملائكة للمؤمنين، نداء الملائكة للكافرين، كل ذلك وقع ويقع يوم القيامة. ولهذا قال البغوي رحمه الله في تفسيره والأصل أن يقال إن يوم التناد لما يقع فيه من هذا كله. وتعقبه الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره قال ما قاله البغوي حسن وهو الحق إن شاء الله، فكل ذلك من أجله سماه الله عز وجل يوم التناد، كما سماه الله عز وجل في كتابه العظيم بيوم الحسرة، لأن النفوس الظالمة الكافرة الفاسقة تقول فيه كما قال الله أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. كذلك سماه الله عز وجل بيوم الحسرة لما يقع فيه من فزع، والفزع في القرآن أيها المبارك على ضربين، فزع أول أصغر يقع عند الحشر، قال الله عز وجل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين، فهذه نفخة فزع قيل إنها هي نفخة الصعق وقيل غير ذلك، فإن قيل إنها هي فلا نفخة إلا نفختان، وإن قيل غيرها فالنفخات ثلاث ولا أستطيع أن أوجح. فهذا الفزع الأول، هناك فزع آخر ذكره الله عز وجل في سورة الأنبياء، قال الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، مبعدون عن ماذا؟ عن النار، لا يسمعون حسيسها، وهذا زيادة في الطمأنينة، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. ثم قال لا يحزنهم الفزع الأكبر، يبقى السؤال ما الفزع الأكبر الذي يظهر للعلماء فيه أقوال، لكن الذي يظهر الفزع الأكبر عياذا بالله يوم توصد أبواب جهنم على أهلها، لأن الذي فيها لا يستطيع أن يخرج، والذي في الجنة جعلنا الله وإياكم منهم أمن أن لا يدخلها، الذي فيها أي النار يأس أن يخرج منها لأن أبوابها أوصدت أغلقت، والذي في الجنة أمن أنه لن يساق إلى النار لأن أبوابها أوصدت.
هذا أفضل وأحسن ما قيل في معنى قول الله عز وجل: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين.